قطر إنتاج قطر من البترول قليل جدا، وكذلك قطر ليست من الدول التي لديها القدرة على زيادة إنتاج البترول. قطر دولة غاز، فلا نتوقع أن يكون لخروج قطر، طبعا خروج غير مفهوم بالنسبة لنا لا نفهمه، ولكن هذا قرار سيادي نحترمه، ولن يكون لهذا الخروج أي تأثير لا على السوق البترولية ولا على منظمة أوبك، منظمة قوية، والتحالف مع الدول من خارج أوبك تحالف قوي، والدليل على ذلك توقيع الاتفاقية بين الدول أو توقيع على المسودة لاستخدامها في إخراج اتفاقية طويلة الأمد إن شاء الله توقع بنهاية شهر مارس من العام المقبل. وأعتقد أن هذا رد على كل حد يقول أن المنظمة تضعف أو أن التحالف أوبك يضعف.